طول الأسبوع ده وأنا بفكر في فكرة واحدة ومسيطرة عليا، حاسة إن أنا عندي إدمان على السوشيال ميديا، اللي هو ساعات أنا بكون محتاجة حد يشد الموبايل من إيدي عشان أبطل أعمل سكرول داون أو أفتح الأبليكيشن ده وأطلع من الأبليكيشن ده أدخل الأبليكيشن التاني. واللي زاد كمان من الإحساس ده عندي إن أنا مؤخرا بقيت أشوف ناس كتيرة عمالة تشارك فكرة الديتوكس، وان هم عمالين يستخدموا ابليكيشنز عشان يحسبوا عدد الساعات اللي بيستخدموا فيها الموبايل، لانهم شايفين ان ده بيأثر بشكل سلبي على حياتهم وافكارهم حتى بدون ما يكون عندهم وعي كامل بكده. مع كامل اقتناعي بسلبيات السوشيال ميديا، بحس دايما ان الجانب الايجابي يستحق ان انا اتحمل سلبياتها، وكل ما بفكر في كم الفرص اللي حصلت عليها والناس اللي اتعرفت عليهم والحاجات اللي اتعلمتها، بلاقي ان مفيش عندي غير احساس بالامتنان تجاه السوشيال ميديا. انا عارفة قد ايه الموضوع صعب يتلخص في كلمتين وان له ابعاد كتير، بس فعلا مش قادرة افهم ليه الناس مركزين قوي على جانب واحد وان السوشيال ميديا كأنها ابتلاء. عايزة اعرف رأيكم في الموضوع ده، خاصة لو كان عندكم تجارب ناجحة بسبب السوشيال ميديا، سواء مثلا جربتوا تعرضوا اعمالكم الفنية ولقيتوا عليها تشجيع كبير، او مثلا حسيتوا انه اسهل تتعرفوا على ناس عندهم نفس اهتماماتكم. احكولي كده في الكومنت تجربتكم مع السوشيال ميديا عاملة ازاي. رحت المتحف المصري مرتين الشهر ده، والمرة الأولى من شدة انبهاري بالمكان ملحقتش ارسم حاجة هناك، عشان كده قلت لازم اروح تاني. في المرة التانية وانا في الطريق كنت راكبة اوبر مع راجل كبير، وقلت له ان انا عايز اروح المتحف المصري، فسألني باستغراب، هو انت رايحة المتحف نفسه ولا رايحة حتة هناك؟ قلت له ايوة انا رايحة المتحف المصري. في الاول ما كانش مصدقني وان انا هروح كده بس مش عشان دراسة او حاجة مهمة، فحكيت له يعني ان انا برسم وكده. ساعتها كان مبسوط جدا، وبعدين قال لي يعني معقول انا بوصل فنانة؟ وقلت له يعني تقدر تقول كده. لما بروح مكان جميل وعظيم كده ببقى عاملة زي الطفل اللي في الملاهي وعايز اجري على كل حاجة عشان املعيني بيها. اعتقد ان جزء كبير من انبهاري بالحاجات اللي هنا في مصر هو ان انا ما عشتش طفولتي هنا، فمش عارفة حاجة عن التاريخ ولا عن الأماكن في مصر، عشان كده بستغل أي فرصة إن أنا أروح أستكشف الأماكن دي، حاجات اللي أنا كنت دايما بشوفها في الصور أو بسمع الناس بيتكلموا عليها، ببقى مبسوطة وسعيدة جدا إن أنا جات لي الفرصة أخيرا إن أنا أروحها بنفسي. طبعا ما كنتش عارفة اصور الفيديو وانا برسم لاني كنت ماسكة كل حاجة في ايدي، بس هقول لكم على كذا نصيحة لو حابين ان انتوا ترسموا في اماكن عامة. اول حاجة، حاولوا ان انتوا تاخدوا معاكوا اكتر خامة بتعرفوا ترسموا بيها وكمان بترتاحوا وانتوا بتستخدموه، يعني اللي بيرتاح وهو بيستخدم الحبر ياخد حبر، واللي بيرتاح مثلا في كراسة معينة او سكتش بوك معين ياخد الحاجات دي معاه. تاني حاجة، لما توصلوا المكان اللي انتوا هترسموا فيه أول حاجة سخنوا، يعني اعملوا سكتشات سريعة وشخبيط لحد ما تتعودوا على المكان والجو، لأن طول ما انتوا ما متوترين مش هتعرفوا تركزوا وترسموا كويس. تالت حاجة، مش لازم ترسموا حاجات معقدة أو فيها تفاصيل كتير، يعني مثلا لو انتوا في جنينة مش لازم ترسموا كادر كامل فيه الأشجار والناس وحاجات كتيرة جدا ممكن تلخبطكم، ولكن ممكن تاخدوا تفاصيل من المكان ده زي مثلا جذع الشجرة، او لو في تمثال ممكن تاخدوا جزء منه زي تعملوا سكتش للراس بس او حركة الايد وهكذا. لو حاسين ان انتوا مش مرتاحين لوجودكم في وسط الناس، حاولوا تختاروا اماكن هادية ويكون فيها حاجات تحبوا ترسموها
وتشجعكم ان انتوا تكرروا التجربة. وطبعا مش شرط تعرفوا تعملوا كده من اول مرة، المهم ان انتوا تكسروا حاجز الخوف او الخجل اللي عندكم، عشان الرسم في الاماكن العامة يبقى عادة بالنسبة لكم وجزء من يومكم. اعتقد ان انا الوقت اللي عدى وانا برسم التمثال بتاع افروديت ده ان انا قعدت ساعة وما حسيتش بالوقت خالص، انا كنت واقفة طبعا طول الوقت عشان ما فيش مكان اقعد، ومستغربة جدا ان الناس كانوا عمالين يروحوا ويجوا ويتفرجوا عليا وانا برسم. كنت متوقعة ان انا هبقى مكسوفة ومرتبكة، بس ده ما حصلش خالص. يعني انا اول لما مسكت الورقة والقلم نسيت الدنيا اللي حواليا. ايوه يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده انا بطبخ، وده جزء من روتيني اليومي، وتقريبا يعني اكتر حاجة بتفصلني من الحياة هي الطبخ. بس هنعمل ايه يعني، احنا لازم ناكل عشان نعيش. المهم يعني انه من الحاجات اللي انا بعملها دايما عشان الوقت ده يعدي عليا بسرعة او ما حسش ان انا زهقانة قوي، دايما يا اما بشغل بلاي ليست حلوه سواء موسيقى او اغاني انا بحبها، او ان انا بسمع كتب صوتيه. كان في قناه انا بحبها جدا اسمها مزامير السيده ميم، قراءتها رائعه جدا جدا، والاختيارات بتاعتها في الكتب كمان بتعجبني، فانا هسيب لكم اللينك بتاع القناه بتاعتها على اليوتيوب في الديسكريبشن بوكس. فكره الحياه المستقله بعيده عن الاهل فعلا بتعلم الواحد حاجات كتيرة جدا، واعتقد ان دي من اكتر التجارب اللي اثرت فيا وفي شخصيتي، مش بس عشان يعني انا بقيت عايشة بعيدة عن ماما وانا اللي بطبخ وكده، لا طبعا في حاجات تانية كتيرة خلتني اغير من طريقة تفكيري، وبلاقي نفسي الحاجات اللي دايما كنت بقول لماما انت ازاي قادرة تعملي كده، او ازاي عندك طاقة تعملي اكل كل يوم او تجهزي حاجات عشان احنا بنحبها مثلا، لقيت ان انا بعد ما بقيت متحملة المسؤولية لما بتحط في الموقف ده بعمل زيها بالظبط. Thank you.
وبكده نكون وصلنا نهاية فلوج الأسبوع ده، يا رب يكون عجبكم وانبسطتوا معايا واخدتوا طاقة إيجابية، وأتمنى أن اللي في القاهرة فعلا ما يفوتوش على نفسهم فرصة أن هم يروحوا المتحف المصري، وحاولوا كمان أن انتوا تتشجعوا وترسموا في الأماكن العامة وتستفيدوا من النصايح اللي أنا اتكلمت عنها. ما تنسوش تفعلوا التنبيهات عشان تعرفوا أول لما الفيديو الجديد ينزل، وادخلوا على البلاي ليست بتاعت الفلوجز عشان تشوفوا كل الفلوجز اللي فاتت. شكرا جدا لمتابعتكم، وبتمنى لكم يوم مليان فن وجمال.